اليوم هذه الندوة حول الذكاء الاصطناعي كتجي في إطار الندوات والورشات اللي كتنظمها شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحول موضوع اللي جد مهم الذكاء الاصطناعي، واللي اليوم يعني هو المبني على تقنيات وتكنولوجيات نتاع الرقمنة بصفة عامة، واللي غادي تساهم وكتساهم في الاقتصاد ديال عدة نمو الاقتصادي ديال عدة قطاعات الآن. فبلادنا هذا الموضوع يعني هو جد مهم، وكاين يعني هنا كل القطاعات عندها استراتيجية ديالو لأجل الدعم ديال هذا يعني الموضوع. فالشبكة ديال الأساتذة يعني الجامعيين حزب التجمع الوطني للأحرار هي واحد الهيئة اللي موازية للحزب، واللي الهدف ديالها هو إغناء يعني الخطاب السياسي ويعني أفكار حول كل المواضيع اللي كتهم الحياة نتاع المجتمع ديالنا، من أساتذة وخبراء ومن كل الجامعات، لأن هي شبكة كتفرع على كل الجامعات على كل الجهات ديال المملكة. فهذا الشيء كيغني كيكون يعني قوة اقتراحية واللي كتساهم في يعني في المشهد السياسي لأجل إغناء ديال الخطاب السياسي والرفع من المستوى ديالو، وكذلك قوة اقتراحية فيما يخص أخذ يعني اتخاذ القرار في كل ما يهم يعني الحياة ديال بلادنا.